قهوة قهوة قهوة. وينك يا مهندس في الجراج؟ هاي هاي. سماخي ايش عملت؟ سماخي حبيبي. قهوة قهوة قهوة. يلا بيلا تقدم. قهوة 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 سماخي. نكون على الساعة 2 موجود هنا كل يوم. بتبلش بتصير الأزمة من 3:30 وتحت. هذا الحكي كل يوم يوم يوم. كان في الاول محسوب احسن من الايام هذه، بس في مع الانتفاضه هذه اللي صارت الجديده هذه تغير الوضع، صاروا مشددين زياده عن اللزوم. وقف التسريح كثير، في نسبه كبيره من الشغيله واخذ التسريح بروحوهم، زي ما انت شايفه هيك المعبر. الازدحام اذا الواحد ما طلعش بدري ما بقدرش يمرق منها، لانها بتبقى مكتظه هنا، يعني بتبقى هنا كلهم دافش فوق بعض، يعني اللي بقع بروح فيها زي يوم الحشر، فيش مجال. يعني الواحد بده يطلع قبل الصلاه مشان يمرق زي البشر، ما انت شايف. يعني استنى الاكثر شوي بتشوف الشغل المصنوع. هذا هو يعني شغلنا احنا هنا كل يوم. يعني اليوم لو ما انا طلعت بدري الا الحين كان بتلاقيها الازمه، مش قادر ادري. السبب اللي دفعني الناس بالداخل لان هان ما فيش شغل، شغلهم هان تعيس اجراتهم، الاجرات جوا احسن بكثير. تقدر يعني 250 حسب، اذا كانت تسلح من المعلم بناخذ 250، اذا كان مشترى بناخذ 350 400. أنا طلعت من 4 الصبح اليوم، يعني طلعت هاي قد الساعة، وبدنا كمان ساعة نطلع من المعبر من هنا. حياة تبعتنا كلها مشاكل، كلها صعبة بشكل. ما معك تسليح ما بتفوت، معك تسليح بتفوت فتشو وبس، هاي الإجراءات يعني. ويوم أزمة ويوم بيكون سالك المعبر بس هيك، يعني إشي جديد. أنا معي تسليح بدفع عليه 2500 شيكل كل شهر، 2500 شيكل عشان أدخل جوا. لمين؟ بدفع له للمعلم سوى لي التصريح. هذا هو. قهوة 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 قهوة. حضر يا بابا.